حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة نهلة المحمود، وهي إحدى الفائزات بجائزة البحرين لريادة الأعمال. بالبداية نبارك لك هذا الفوز. أستاذة نيلة، ما هو سبب مشاركتكم في هذه الجائزة وماذا يعني لكم الفوز بها؟ في البداية أحب أشكر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وتمكين طبعا على جائزة البحرين لرواد الأعمال وفتح المجال لجميع رواد الأعمال والمؤسسات بالمشاركة فيها، واللي تعتبر طبعا تقدير نطمح إليه كرواد أعمال بحرينيين. نعم. وهو رفع اسم المملكة عاليا في جميع المحافل الدولية، والتي نرى أن هذه الجائزة ستفتح لنا المجال والفرص لتطوير أعمالنا على الصعيد المحلي والدولي كما حطت عليه من خطة العمل. نعم، إذا نتحدث قليلا سيدة نيلة عن هذه الجائزة والفئة التي تأهلتم لها. طبعا تم تأهلنا لفئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجائزة البحرين لرواد الأعمال، ولأخفيكم علما طبعا مدى صعوبة المنافسة، حيث أن زملائي من رواد الأعمال كانوا على مستوى عالي من المنافسة وجميعهم صراحة يستحقون أنهم يكونوا من الفائزين. نعم. ولكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تم اختيارنا للفوز بهذه الجائزة على بالنسبة حق هذه الفئة التي كان لنا الشرف أن احنا نمثلها وتكون قدوة لرواد أعمال آخرين ليحصدوا هذه الجائزة إن شاء الله في السنوات القادمة إن شاء الله. السيدة نهلة المحمود، إحدى الفائزات بجائزة البحرين لريادة الأعمال، شكرا جزيلا لك.